الرحمن الرحيم. معي الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الداهي من وزيرة الثقافة، السيدات والسادة أعضاء اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، الزميلات والزملاء من قيادات وزارة الثقافة، السادة الزملاء من الصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها. حقيقة إنه أشعر بسعادة بالغة ونشرف أن المجلس الأعلى للثقافة يستضيف اليوم هذا الحدث المتميز. هو حدث متميز لأنه اليوم بيشهد الإعلان عن جائزة غير مسبوقة في تاريخ مصر، غير مسبوقة على مستوى إقليمها ومحيطها، وهي إذا مصر تعود مرة أخرى اليوم لتكرس ريادتها الثقافية بعد أكثر من 6 عقود، بعد أن أعلنت تخصيص جوائز للمفكرين والمبدعين والمثقفين منذ أكثر من 60 عاماً بتخصيص جوائز للدولة. حينها كانت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، ثم أضيف إليها جائزتي النيل وجائزة التفوق. فتعود مصر مرة أخرى لتكرس هذه الريادة، لتقدم للأطفال والنشأ في مصر جائزة خاصة بهم تتيح لهم فرصة التعبير عن تميزهم وإبداعهم. فنحن نسعد بهذه الجائزة، نسعد برعاية كريمة من السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية لها. واسمحوا لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ووزارة الثقافة على تقدمها بداية بهذه الفكرة والمبادرة التي تحققت اليوم إنجازا ملموسا على أرض الواقع بتفضل السيد رئيس الجمهورية بإقرار القانون منذ شهور خلت، ثم الإعلان عن الجائزة اليوم. اسمحوا لي أقول لحضراتكم يعني باختصار المجالات الأساسية للجائزة والفئات العمرية وبعض شروط التقدم وبعض التوقيتات الخاصة بالجائزة، وإذا كان هناك أي شيء آخر فسيكون المجال مفتوحا لحضراتكم للسؤال عنه بعد ذلك. بداية يجب أن نشير إلى أن هذه الجائزة فيها فئتين عمريتين. الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية هي لمن هم فوق سن 12 سنة وإلى 18 سنة. وبالتالي كل المجالات والفروع التي سأذكرها لاحقا ستكون هناك جوائز مخصصة لكل فئة من الفئتين العمريتين التي ذكرتهما الآن. أما فيما يتعلق بمجالات الجائزة فهي 3: الثقافة، ونعني بها الآداب، الفنون، والمجالات الابتكارية. هي أن اللجنة العليا في إطار كل مجال قامت بتحديد مجموعة من الفروع هي لهذا العام، وكما تفضلت معالي الوزيرة وأشارت هذه الفروع ستكون متغيرة في كل عام. لهذا العام اختارت اللجنة العليا للجائزة أن تكون الفروع كالتالي: في مجال الآداب لدينا القصة والشعر والمسرحية، في مجال الفنون لدينا العزف والرسم والغناء، في مجال الإبداع والابتكار لدينا التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية. وهذه في الحقيقة الأخيرة لابد أن نشير إلى أنها جديدة وتفتح المجال لاستيعاب أي تقنيات جديدة في المستقبل. هذه الجائزة على وجه التحديد المخصصة للتطبيقات الإلكترونية وكل ما يدخل في إطارها هي موجهة أصلاً لاستخدام تقنيات المعلومات. حقيقة زي ما كلنا عارفين أن الأطفال والنشء الآن هم الأكثر استخداماً وأكثر تعاملاً مع هذه التقنيات، وبالتالي الجائزة بتفتح المجال لإبداعات وابتكارات غير مسبوقة في هذا المجال للفئتين العمريتين. الحقيقة أنه أنا ذكرت
الفروع بصفة عامة، تفاصيل الفروع حضراتكم هتجدوها في الملف الصحفي الموزع على حضراتكم، في مجال القصة، عدد القصص، في مجال الشعر، وفي مجال المسرحية، في مجال الرسم، وفي مجال العزف، وتحديدا في العزف على الآلات الوترية هذا العام لآلة الكمان وآلة التشلو، وفي مجال الغناء أيضا. لكل فئة عمرية حضرتك هتجدوا في الشروط والمواصفات التي حددت بكل دقة كيف سيتم حتى تصوير العمل في حالة تصويره على شريط فيديو أو سي دي أو فلاش. ولكي بس لا أخذ وقتا طويلا، التفاصيل كما ذكرت موجودة في الجدول الموزع أمام حضرتك.